أهلا وسهلا إخواني أخواتي، تحياتي لكم وسنة سعيدة، أدخل لكم الصحة والعافية. بعض الناس كيعانيوا من مشكل ديال عدم ثبات طقم الأسنان، واخا من كيبغيو يستعملوا لاصق طقم الأسنان، يعني نوفافيكس. دونك أنا غنجيكم بواحد الطريقة عجيبة وأكثر ثبات لطاقم الأسنان. الطريقة اللي غادي نستعمله إن شاء الله في ثبات طاقم الأسنان، وهو دونك غادي تاخدو جوج تاع الأنواع تاع اللاصق. مولفين كناخدو غير نوفافيكس، دونك كنشدو نوفافيكس، كنمسحو الطاقم ديال الأسنان ديالنا وكنشفوه وكنديرو 3 انقطاعات، انقطاع هنا انقطاع هنا انقطاع هنا. دونك هذه الطريقة العادية، كذلك في الطقم السفلي. دابا غادي ناخدو، تحاول تاخد نوفافيكس وتاخد أدراجا. أدراجا حتى هي لاصق ولكن غبرة، الثمن ديالها رخيص ما غاليش، كدير مع شي 5 دراهم ولا مع 7 دراهم. دونك جوج الأنواع، دونك قلت لكم نوفافيكس وأدراجا غبرة. دونك غادي نشدو طقم الأسنان ديالنا، مثلا الطقم العلوي، غادي نمسحو مزيان نشفوه، غادي ناخدو نوفافيكس، نحاولو نديرو انقطاع هنا انقطاع هنا انقطاع هنا 3 انقطاعات، كذلك في الطقم السفلي. دونك من بعد ناخدو الغبرة ديالنا وندردروها كاملة على على الطقم، يعني الطقم الفوق، كذلك في الطقم السفلي. وناخدو واحد رشاش فيه الماء ونرشو واحد رشة خفيفة فوق من الطاقم، رشة خفيفة غير باش يتجمع رشة خفيفة، ومن بعد نركبو الطاقم العلوي والطاقم السفلي ونبقاو عاضين العضة ديالنا واحد المدة ديال 5 دقائق حتى 6 دقائق وانت عاض. دونك من بعد ما تاكلش هذيك الساعة، خلي واحد الساعة المكانة عاد كول. هاد الطريقة إلى تبعتيها غادي تضمن واحد ثبات عالي للطقم الأسنان. هاد النوعين تاع اللاصق، يعني نوفافيكس وأدراجا. إذا كنتي كتعاني من طقم الأسنان فيه مشكل، مثلا الأحرف ديالو طوال، ملي كتبقي تركبو كتحاول يطيح، حاول هاد المشكل هذا تقادو قبل ما تبدا تخدم باللاصق تاع الاسنان، يعني سواء لتحت، كذلك كان عند المشكل، كان عندك المشكل بالاحرف مثلا قصار ولا طوال، ملي كتبغي ديرو كتلقى هاد المشكل، حاول تمشي عند الطبيب ديالك يقاد لك هاد المشكل هذا، عاد بدا تستعمل هاد اللاصقين، يعني نوفافيكس وادراكا، راه كيتباع في الفرماسيان. بالنسبة للتنظيف، حاول ديما الواحد ينظفو بواحد العناية، تاخد واحد الماء دافي وواحد الفرشاة تكون ناعمة، وتحاول تنظف الطقم ديالك وانت حط واحد البول تحت منك، باش حتى الا طاح الطقم ديالك يطيح فوق من هذيك البول، ولا واحد السيرفيات باش لا طاح ما يوقع ليه حتى حاجة. في الليل حاول تحيدو في الليل وتحطو في واحد إناء فيه ماء و3 معالق ديال الخل، ولا غد ليه مع الصباح حاول تنظفو عادي بدونتيفريس، وهذا من بعد تستعمل اللاصق إلا كنتي كدير اللاصق. نعاود طريقة ديال اللاصق، قلت لكم اللاصق غتاخدو نوفافيكس وتاخدو ادراجا. دونك حاول الاستعمال ديالها، الطقم ديالك تنظفو مزيان، تمسح الطقم وتحط 3 انقطاعات، ومن بعد دير الغبرة ديالك دير ادراجا وترش عليه واحد رشة خفيفة بالماء، كذلك الطقم السفلي، وتركبو واحد المدة ديال 6 دقائق 7 دقائق وانت عاض، يعني انت يعني عاد، يعني الطقم العلوي مع الطقم السفلي بحال الطريقة هذه.
واحد المدة ديال 5 دقائق حتى 6 دقائق. عاد لو بغيتي تاكل خلي واحد الساعة المعجنة بين استعمال اللاصق والأكل، باش يكون واحد الثبات عالي طول النهار. وهذه الطريقة، هذه طريقة مجربة والناس استعملوها، أغلبية كيستعملوها الطريقة، طريقة سحرية. حاولوا تطبقوها وإن شاء الله غادي تكون عندكم نتيجة عالية. حيث بعض الناس كيقولوا لي راني كندير اللاصق واللاصق ما كيدوش معايا غير واحد ساعة المكانة، ومن بعد ما كيبقاش شاد لي الفم. وكيقولوا كاين ناس اخرين كيدير اللاصق بطريقه عاديه وكيبقى شاد ليه ثابت ليه الفم. كيف قلت لكم، اذا كان عندكم مشكل في الطقم، في الطقم ديالكم، اذا كانوا الاحرف طوال ولا قصار، حاولوا ديروا ليه تبطين، تبطين الطقم ضروري، ديروا تبطين الطقم، حاولوا تزيروه. عاد بغيتو تستعملوا هذه الطريقه هذه ديال اللاصق، نوعين تاع اللاصق. واذا كانوا الاحرف طوال حاولوا تنقصوا منهم، اذا كانوا الاحرف قصار حاولوا تزيدوا فيهم. وكيف ديما كنوصيكم، ديما النظافه، حيت النظافه كتخليك ما تكونش عندك التهابات في الفم ديالك، وكيبقى الطقم ديالك ديما نقي، و الابتسامة ديالك كتكون ابتسامة مزيانة. نتمنى هاد المعلومات هادو تفيدكم وتحاولوا تتبعوهم وحاولوا تبارطاجيو لاشين، حيت راه ما كنلقاش الدعم الكافي، يعني كنلقى مشاهدات قليلة. حاولوا تبارطاجيو لاشين ودعموها، وكنعتذر على هاد الأيام طوال لظروف خارجة عن إرادتي، وإن شاء الله خير. ونتمنى لكم كل الصحة والعافية، وهذه السنة الجديدة اللي دخلت تدخل علينا كاملين باش متمنينا وبالفرح وأي حاجة نتمناوها. دونك واللي عنده شي سؤال واللي عنده هذا يحطوا لي في التعليق. كاين بعض الناس تعطلت عليهم في التعليق في الإجابة، كنعتذر منهم. هذا اللي كانت عندي ظروف خاصة، نتمنى يسمحوا لي من هذا في هذا الفيديو هذا. دونك تبعوا هذه الطريقة هذه وحاولوا ديروها وتقولوا لي في الكومنتير واش خدمت معكم ولا لا. وان شاء الله على يقين غادي تخدم معكم هذه الطريقه هذه. واي حاجه انا معكم في الاسئله ديالكم. تحياتي لكم واحبكم في الله، اخوكم نور الدين. حاولوا تبارطاجيو لاشين باش تزيد تطلع، حيت راها مشاهدات قليله وكنلقى لي نو ابوني كثار من لي زابوني. كنشكركم، تحياتي لكم، في أمان الله.